البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا أمين. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فنحن ورثة أيضا وورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. لأني أظن أن ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد أفإياه يصبر عليه، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعدد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه تشفع لله عن القديسين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقاتل النفس، وأن يكون تصرفكم حسنا بين الأمم، لكي يكونوا فيما يتكلمون به عليكم كفاعل شر، إذ يرون أعمالكم الصالحة يمجدون الله في يوم الافتقاد. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعل الشر، وللمدح لفاعل الخير، لأن هذه هي إرادة الله، أن تصنعوا الخير لكي تسدوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار، ولا تكن حريتكم كستار للشر بل كعبيد لله. اكرموا كل واحد، أحبوا الإخوة، خافوا الله، اكرموا الملك. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس. فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة، قائلين: نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان سبعة بنين لواحد يدعى سكاوى، يهودي رئيس كهنة، يفعلون هذا.
فأجاب الروح الشرير وقال لهم: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوسب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوي عليهم، حتى هربوا من ذلك البيت عراطا مجدوخ الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم، وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم ويحرقونها أمام الجميع. وحسبوا أثمانها فوجدوها تقدر بخمس ربوات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 19 طوبة، أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة من سنة 954 للشهداء اللي بتوافق سنة 1238 ميلادية، كان اكتشاف أعضاء القديسين أبا هور وبيسوري وأمبيرة أمهما من أهل شباص الشهداء مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، واستشهدوا في زمن عبادة الأوثان وتم وضع أجسادهم في كنيسة بلدهم. ولما غزت الحملة الصليبية الخمسة مصر وملكوا مدينة دمياط والبلاد اللي حواليها، خرج ليهم الملك الكامل ملك مصر بجيوشه، وأثناء مرورهم على البلاد هدموا وخربوا الكنائس، ومنها كنيسة شباص الموضوع فيها أجساد هؤلاء القديسين. واحد من الجنود شاف التابوت افتكر إن فيه أموات، لكن لما فتحوا اكتشف رفات القديسين، وهو مش عارف طبعاً قيمة ذخائر القديسين، فأخذ التابوت ووضع الأجساد جنب الكنيسة وباع التابوت. وفي يوم كانت زوجة أب كاهن ماشية، اكتشفت رفات القديسين فأخذتها ووضعتها في الكنيسة وغطتها بالطوب علشان تحافظ عليها في زمن الاضطهاد. وبعد 20 سنة ربنا فكرها بأجساد القديسين وعرفت الكنيسة بمكانها، فحضر الآباء الكهنة وكشفوا عنها الطوب وأخذوها بإكرام جزيل ووضعوها في تابوت جديد داخل الكنيسة، وربنا أظهر منها عجائب ومعجزات شفاء كتير بركة صلوات هؤلاء القديسين. فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا. أمين. جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الراحة، أدخل إلى بيتك بالمحرقات،
وأوفيك النذور التي نطقت بها شفتاي. مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيقول ذلك لكم شهادة، فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم فمن وحكمتان، لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها، وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء، ويقتلون منكم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلكوا، بصبركم اقتنوا أنفسكم، والمجد لله دائم.